السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هالنهار ان شاء الله غنتكلموا على واحد الموضوع ديال هل يمكن الاستغناء على السكاليم او علف الارانب. يعني هذا الموضوع جاني بزاف لي كومونتير، يعني واش ممكن اننا نستغنوا على السكاليم. خصنا نعرفوا بعدا اولا شنو هو السكاليم. السكاليم هو العلف ديال الارانب، كيكون خاص بالارانب، يعني كتكون خنشه مكتوبه فيها باللي هذا علف ديال الارانب، ماشي ديال الدجاج، ماشي ديال يعني ماشي ديال الدواجن، ماشي ديال الماشيه، يعني واش ديال الحواله ولا ديال البقر، لا كيكون خاص بالارانب. واش ممكن اننا نستغناو على السكاليم؟ خصنا نعرفوا اولا المكونات ديال السكاليم شنو هي. السكاليم راه هو علف ك يعني ما يمكنش غادي يكونوا الشركات كيديروا شي مواد اللي ما عارف منين جايبينها. المكونات ديالو هي عباره عن حبوب، وهي عباره عن كاع الاشياء اللي كتعطيوهم كلهم جمعوهم في يعني في مكون واحد، بالاضافه الى واحد العنصر، واحد العنصر اللي هو مهم بزاف، وهو حوايج يعني معادن ديال الخصوبه اللي تكلمت عليه، هو ثنائي فوسفات الصوديوم وثنائي فوسفات الكالسيوم. هاد المكونات كتزيد في الخصوبه، يعني ما يمكنش اننا نبقاو نعطيو الارانب واحد غير الحبوب، يعني منين نقلبوا يعني الانثى واش راها باغيه تلقح، كنلقاوها ما باغاش تلقح. بالنسبه للناس اللي كيعطيو السكاليم كيلقاو ما كاينش عندهم مشكل في التلقيح، يعني كيمشيو يلقحوا عادي، يعني حتى الذكر كيكون ديما سخون. واخا واش ممكن اننا يعني شحال من واحد غادي يعني بذكاء فكره ذكيه ممكن اننا نستغنيو على السكاليم، ولكن في واحد الحاله. شنو هي هذه الحاله؟ وهو التسمين. ممكن اننا نعطيو الحبوب مثل الذره، الشعير، يعني قشور ديال الفول، اي حاجه هي عباره عن حبوب ممكن نعطيوها الارانب. لكن النقطة المهمة وهي أننا نعطيوها للتسمين، يعني الناس اللي باغيين غير يسمنوا ممكن أننا نعطيوهم هاد الأشياء. أما بالنسبة للخصوبة ضروري يكون السكاليم. هذا هو الفرق ما بين يعني واش ممكن أننا نستغناو على السكاليم. السكاليم ما كنستغناوش عليه، وفي نفس الوقت خاصنا منين نكونوا كنعطيو السكاليم، يعني ماشي نكونوا كنعطيو للصغار ديالنا، يعني الناس اللي باغيين يديروا الحبوب غير التسمين، نقولوا من الصغر اننا نشدوهم ونبقاو نعطيوهم غير الحبوب، واحد النهار نعطيوهم السكاليم، او العكس نبقاو نعطيوهم السكاليم نقطعوا عليهم ونعطيوهم الحبوب. هاد الفكره هذه خاطئه. انا ديما كنهضر على التعويد ديال الارانب على شي حاجه. مثلا عندك مجموعه كهذه مثلا الصغار راهم تمايا التسمين، هذوك دايرهم من التسمين، ممكن انني نبقى نعودهم منذ الصغر انني ما نعطيهم السكاليم. السكاليم نخليه مثلا الامهات، مثلا امهات كهذه ها هي امهات، انتم كما كتشوفوا معايا هادو راهم امهات، هاي كاين امهات اخرين راهم لهي كي عاد كيكبروا شي شويه. مهم هاد الامهات سمو كيفاش نتعاملوا معاهم، لان احنا خاصنا السكاليم، يعني خاصنا الاشياء ديال الخصوبه. شوفوا هذا راه كياكل الخشب، هانتم هانتم نحيدوا عليه باش ما يزيدش ياكل الخشبه. اذا كما قلت لكم السكاليم خاص التعويد منذ الصغر، ما يمكنش اننا الصغار ديالنا نعطيهم السكاليم واحد النهار نقطعوا عليهم ونعطيهم الحبوب او العكس. بالنسبه للسكاليم ممكن اننا نعطيوه الحوايج اللي حنا باغيين. حنا باغيين الخصوبه نخليوه يعني الامهات، نخليوه للذكور، نخليوه اللي يعني يلاه شي ارنب بالغ وبغينا نلقحو شي انثى باغيين نلقحوها او ذكر باغيين نخليوه عندنا، هذاك نعطيوه السكاليم. اما بالنسبه باش نقتصدوا شي شويه ممكن اننا نستعملوا اشياء اخرى من غير السكاليم، نخليوها يعني ما نعطيوش عفوا اشياء اخرى من غير
العلف ممكن اننا نعطيه الذره او الشعير، ولكن لمن التسمين، التسمين بالنسبه للذره والشعير والفصه يابسه وقشور ديال الفول، اي حاجه اللي هي عباره عن النخاله، كذلك النخاله، كاع هاد الحوايج هادو رخاصين، ماشي بحال السيكاليم، السيكاليم كيكونوا جامعين فيه كاع هاد المواد، ولكن كتكون غاليه. يعني الناس اللي كيشريو يعني ما كيشريوش بالجمله، كيشريو غير بالديتاي، كيطيح عليهم غالي، كطيع مثلا 5 دراهم الكيلو بزاف، كيلو راه ما فيه والو، راه غادي يدير لكم غير واحد شويه. اما الناس اللي كيتعاملوا يعني بحرفنه، ممكن انهم يطحنوا حتى الخبز جاف بهذه الطريقه، انتم كما كتشوفوا انتم هذه ممكن انكم تستغنوا على السيكاليم وتعطيو التسمين الخبز جاف مقطع بهذه الطريقه. راني وريتكم فيديوهات سابقه كيفاش تقطعوا هذا الخبز هكا. اذا هذا هو الموضوع ديالنا هذا النهار، ممكن اننا نستغنوا على السيكاليم، ولكن بواحد الطريقه. اولا خص التعويد منذ الصغر، ما نبقاوش نعطيو السيكاليم ونقطعوا عليهم ونعطيهم الحبوب، خاص نعطيو غير الارانب ديال التسمين يعني اللي غادي نسمنوهم باش يطيحوا علينا رخاص. ممكن اننا نستعملوا هذه الطريقه ديال الحبوب ولا الخبز الجاف مقطع بهذه الطريقه، ولكن بالنسبه للامهات والذكور يعني اللي حنايا كنستعملوا كنخدموا بهم، هذيك ممكن تعطيوهم السيكاليم، اما السيكاليم العادي ديال التسمين، اما ديال الحليب، وانا كنفضل ديال الحليب، لان حنايا باغيين منه السيكاليم ان الامهات يكونوا مزيانين، يعني مزيان يكون ديال الحليب، يعني كاين السيكاليم خاص ديال الحليب. اذا الموضوع ديالنا هو ديال النار سهله، كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم. بالنسبه للناس اللي مازال ما شاركوش معنا، شاركوا معنا قناه جميله غاديه بالدعم ديالكم، كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه، وكن كنرحب باي تعليق، اي تساؤل ممكن انا كنجاوب على لي كومونتير يوميا، كنحيدها من الوقت ديالي، ولكن كنعتبركم انتم عائلتي. اللي بغات شي تفسير مرحبا به، تكيو على زر جيم، ما تنساوناش بزر جيم باش تدعمونا، وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.